1919 الترجي الرياضي فكرة وطموح. الترجي فكرة وطنية في نشأتها وطموح إلى المستقبل، تعلق بالرياضة وجعل من الترجي الرياضي جمعية أبناء الشعب العاملين منذ 50 سنة في سبيل رقي الإنسان. 1919 1969، 50 سنة مرت بالفعل وصار الرجاء حقيقة، ودخل التونسي ميدان الرياضة محفوفا بعواطف الجماهير وحماسها، وازداد عدد اللاعبين فأصبح يعد بالألاف، وبقي الترجي الرياضي شعارا للفتوة والطموح إلى العلا. خمسون سنة من تاريخ الرياضة في تونس تجسمت في 50 سنة من تاريخ الترجي الرياضي. كل مرحلة من كفاح الجمعية مرحلة من كفاح الشعب التونسي كله في سبيل الازدهار والتقدم. الف وتسعمائة وتسعتاش الترجي الرياضي اول جمعية إسلامية في شمال إفريقيا الكل. 1919 الدافع الوطني في اللعب أقوى من الدافع لأجل المريول. استجاب الشباب، شباب أجيال متوالية خلال 50 سنة، 1100 شاب، 15 قسم، وأبطال وكواكب لمعت أسماؤها في دنيا الرياضة. 50 سنة ليست فصلا من تاريخ الرياضة ولا شريطا لتاريخ جمعية رياضية. إن الترجي الرياضي كان أكثر من ذلك، كان تجربة فريدة في نوعها لتحمس شعب وطني طموح لنشاط رياضي.
1919-1969 محمد الزواوي، الدكتور شادلي زويتم، محمد بن اسماعيل، علي الزواوي وغيرهم وغيرهم من المؤسسين والمشرفين والأنصار تضافرت جهودهم لخلق الجمعية وتعهدها وتطورها وبقائها مفتوحة للشباب التونسي الراغب في الرياضة المتعلق بنصر. من أبطال الترجي سعيد القليبي، المول دينانا، الطيب الحاج علي، عبد المجيد تلمساني وغيرهم من الأبطال. لا نرى اليوم الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس الترجي احتفالا بجمعية رياضية، فالجمعيات كثيرة، ولا حتى بعدد اللاعبين، فإنهم في تونس الحرة يعدون بالألاف، ولا بانطلاق الرياضة، فهي اليوم ركن من أركان الدولة الشعبية. إن الاحتفال اليوم بالترجي الرياضي احتفال بانتصار التونسيين في الميدان الرياضي، لأن الترجي الرياضي بقي خلال 50 سنة شعارا لطموح التونسيين إلى النصر، ذلك النصر الذي تجسمه في الملعب الأهداف التي يسجلها اللاعبون، أهداف تكسب النصر لهم وللترجي الرياضي، لكنها أهداف يشعر كل تونسي بأنها تزين معلقة الشرف الوطني منذ 50 سنة. العزيمة نتاعي بثلاثة كور، وهذيك أول مرة اللي انترنا بثلاثة كور، حطني في الجول وبدأ يشوت لي، هو يشوت وأنا نشد، دموعي هبطت من غير ما نشعر وما قلتلوش عيب، فعزيمتي نحب ناخذ بلاصتي في الفريق بتاع تونس. نهار الحد كنت أحسن واحد في الميدان.
الأنصار، أنصار الترجي كلهم وفاء وتجاوب وحماس. 25,000 شخص تهفو قلوبهم لكل نصر وتتوتر أعصابهم في كل مرحلة حاسمة. فماذا يكتب؟ هل يكتب تاريخ الجمعية؟ هل يكتب تاريخ جمهور الترجي الرياضي كلهم جميعا وفي وقت واحد لعبوا دورا هاما في صنع هذا المجد، المجد الذي يرمز إليها اللون الأحمر واللون الأصفر، الدم والذهب، المجد الذي توقع الأكف بالتصفيق شعاره وتهتف الحناجر بترنيمته. 1919-1969، نصف قرن من الوطنية والرياضة والوفاء والعمل.